الفاتورة ب 30 28 ب 25 28 بس، ومن المغرب انا والحجة بنقول يا داوي بنا ايش بدها تسوي؟ في الاساس انها الفاتورة بتعتمد على ايش؟ على الاستهلاك. لكن هم حكوا في دعم دينارين. هل بدهم يخصموهن كاملات الدينارين على كل الفواتير ولا على شريحة معينة؟ بالنسبة للقطاع التجاري الكهرباء كتير أنا بشوفها والله عالية كتير، يعني بتطلع يعني أمرات والله بتوصل حوالي 300 دينار يعني فاتورة الكهرباء تقريبا. طبعا سمعت عن تعرف الكهرباء وهي راح تمس كافة شرائح المواطنين، لا راح ترتفع طبعا، كله كلام فارغ. بقترح أنه يتقوا الله في الناس فقط لا غير. أنا مع شريحة واحدة، شريحة واحدة تكون يعني لغاية 500 كيلو، 500 كيلو، بعد 500 كيلو يا عمي ارفع نسبة معينة. مش عارفين شو السيناريو اللي جاي، واحنا بنحكي الله يهونها ان شاء الله، يعني مش ناقصنا زيادات. ان شاء الله تكون يعني افضل من هيك. بالنسبة لما يسمى ازالة التشوهات من التعرفة الكهربائية، تم اختصار الشرائح الكهربائية من 7 شرائح الى 3 شرائح. وتم الدراسة من قبل لجنة الطاقة النيابية ان 90-91% لن يتأثر، وخصوصا الاستهلاك المنزلي الذي يقع تحت استهلاك 600 كيلووات شهريا. كان هناك نقطة إيجابية اللي هي على القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، تم تخفيض التعرفة وتم إلغاء ساعة الحمل الأقصى. وأيضا لدينا مخاوف في اللجنة النيابية، بداية من عدم استمرار الدعم على الشريحتين اللي مدعومات في تحت 600 كيلووات. والقضية الثانية، تم الاستعجال من قبل الحكومة بعدم رسم آلية واضحة لأن يكون لكل مواطن أردني عداد واحد، لا سيما أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين يكون في أسمائهم أكثر من عداد.